افتح نظام، افتح نظام. مرحبا يا صاحبي، شلونك؟ خير. شو في رمزي؟ شو اللي جابك هلأ؟ مين اجا؟ ايه يا صاحبي، قال بدك تنضم للتنظيم اذا بدك هلأ الوقت منيح. وزيدان قال لي خبرك، رشا والجماعة هلأ نواحي ضيعة فارقنيس، روحوا الحقهم. انت شو عم تحكي رمزي؟ مالك شايف شو صار بالبنت؟ ولا بدك ياني انضم لهم منشان احرق اولاد الضيعة؟ بعرف انك زعلان على بنتك، مزبوط البنت احترقت، ايه بس ما ماتت. بس التنظيم مضطر انه يعمل هيك، ايه وشي طبيعي انه يصير في ضحايا، ما هيك؟ خلص انا بطلت انضم للتنظيم. اسمعني منيح، انت هيك عم تغلط، فكر ولا تستعجل بقرارك. التنظيم عم يعمل هيك لصالحنا. بس انا ما بدي اقتل حدا من اهل ضيعتي يا رمزي، ما بدي اوص عليهم. خد بارودتك وامشي. فوتي بنتي. قلت لي انقذ الانسه والولاد كمان. ايه والله هذا اللي صار. اللي عم اقوله المختار مزبوط، انا لما كنت مارق شفتهم. طيب يا دكتور، رح خليك تدفع الثمن. صار لازم نخلص منه باي طريقه. بس هو اللي عم يعالج ابنه العمر اغا، ما فينا نقرب عليه هلا. والله اذا هالدكتور والانسه بيضلوا بالضيعه رح تروح هيبه التنظيم، لانه الانسه عم تغسل لهم دماغهم للاولاد وعم تعلمهم عليكم مشان يصيروا يكرهوكم. مثلا مثل نظام بنته عم تروح على المدرسه، وعلى قد مو الانسه معبيه براسها وقفت البنت بوش ابوها وما خلته ينضم لكم. وحط ببالك يا زيدان، اذا هيك الوضع رح يضل ما بقى حدا يقبل ينضم لكم. يا عيب الشوم علينا، بس شلون ما خلصنا عليها؟ لا تستفزني بديع، انا هلا راي على الضيعه وخلص عليها. يلا يا شباب جهزوا حالكم. استنى شوي دقيقه، الشيخ ابراهيم راع المخفر وبده يخبر باللي صار. معناتها هلا ممكن العسكر يجوا لعنا. ايه لك، احسن شيء تلاقولكم محل تاني تتخبوا فيه هلا. منروح على المطحنه القديمه، هنيك بنقدر نتخبى. يلا خاطركم. مع السلامه مختار. بديع غير اوعيك بسرعه وروح على الضيعه، بتراقب لي المنطقه منيح، ولا تنسى تجيب معك اكل يكفينا 4-5 ايام، والحقنا بعدين على المطحنه. ماشي زيدان. يلا ماشي يا دكتور، المره الجاي ما رح تنفد مني، لا انت ولا الانسه، بدي اخلص عليكم انتو اثنين. بنتي بنتي وين يا خديجه؟ وين راحت نرمين؟ قلت لك راحت مع الارهابيين. كنت بدي انقذها، كنت بدي رجعها معي على البيت، ضربوني على راسي وما قدرت اجيبها. يا ربي شو اعمل يا ربي؟ امي اسمعيني سامحيني، انا اللي ضربتك. شو؟ انت اللي ضربتيني؟ شلون بتعملي هيك وليش؟ لون نرمين بنتي، بسببك انتي ما قدرت رجعها لنرمين. راحت بنتي، لك انتي السبب، هلا ما بقى فيني لاقيها. لا تبكي امي، رح نرجع نلاقيها. وشلون بدنا نلاقيها؟ هدول الخوان ملوتة ايديهم بالدم يا بنتي، ونرمين صارت منهم هلا وما عادت بريئة مثل الاول يا خديجة. امي امي خلص حاجة تبكي. انت شو عم تساوي هون؟ ها انت بدك تخربي لي بيتي؟ شلون هيك بتساوي مع التنظيم؟ امي نقلع من بيتي يلا. رمزي ولا صوت، انت سكتي. لا تنسى هي امي. ايه وشو يعني؟ ما شفتي حضرتها شو عملت؟ طيب يا بنتي، أصلاً أنا ما بدي ضل عندك ولا بدي أشوف وشك.